شيء هو بده اياه. اي يعني لما بتعملي انت شيء لانسان لتشوفيه سعيد ولتحققي له امنياته ورغباته بالحياه، هيدا بتقدريه وبتشكريه، بس لما بتلاقيه وصوله مش حتقولي له شكرا. لما هالبراءه وهالطيبه وهالحب البريء عم بيحوله لمصلحه، يعني عم بيستغله لحتى طبعا استغلك، يعني استغلك بس ما خليته يستغلني كثير. كم سنه يعني؟ ثلاثه اقوى منه. ثلاثه اقوى منه طبعا. هربت إلى باريس بعد أن كانت تخط خطوات ثابتة وأكيدة في عالم الفن، فضحت ببلدها واسمها وشهرتها باحثة عن فرصة قد تصادفها في بلاد الاغتراب. وثقت سوزان بالمجتمع الغربي، ففي باريس كانت تعيش حرية مطلقة، أفردت جناحيها لتحلق في سماء صافية تمثل أشعة شمسها خيوطاً لطموحات لا حدود لها. رجل جديد يدخل حياة سوزان تميم. في باريس التقت بالمنتج اللبناني عادل معتوق الذي ساعدها في حل مشكلتها مع زوجها الأول وحررها منه بدفع مبلغ كبير من المال لقاء توقيعه على ورقة الطلاق. بالمقابل وقعت سوزان على عقد فني احتكاري لصالح الشركة العربية الأوروبية للإنتاج الفني لمدة 15 عاماً. كانت مجوزة من شخص اسمه علي مزمر، كمان هداك طلبها على بيت الطاعة ولأن شافها صار معها مصاري، صار عم تشتغل، كمان صار مشاكل بينه وبين علي مزمر، كمان تدخل عادل معتوق. ويعني ما عم أقول سر، أنا إذا وصلت مرحلة إنه دفع له مصاري لعلي مزمر ليتركها. رحت على باريس وبلش يفتح مواضيع انه شغل، ويفتح مواضيع انا بدي ساعدك وانا بدي اقف حدك وانت عندك مشاكل، عارف مشاكلي. وهو صار منه لحاله يتدخل، ما حدا فتح له مجال ليتدخل. لما انسان بيجي بيدخل على انسان على حياه انسان تاني وبيعرض المساعده، وانا كثير رفضت، لانه انا قلت فكرت بشغله وقلت له اياها، قلت له على قد ما انت قوي وممكن تساعدني، على قد ما انت قوي ممكن تحطمني وتحاربني. حب التملك اللي ربنا عطيه لسوزان طغى على غيرها، يعني كل انسان تعاطى معها صار بده اياها لاله وحده. فانا من واجب انه انسحب، لانه صار بده اياني زوجي مش بس عمل. طلبنا منه نخلينا بالعمل، رفض، يا بدي احطمها يا بتكون زوجتي. وهذا الكلام على مسمع اهلي، على مسمع كثير ناس. عادل معطوق انسان كثير منيح كانسان، بلوم عادل بشغلة واحدة، ما إلك حق تتحكم بمارة. كنت دايماً قال له يا عادل اتركها، أنه طب شو إلك معه؟ بس ببصم على حبه الأعمى عادل لسوزان. من باريس إلى لبنان كانت الرحلة طويلة، لكنها أثمرت صلحة بين سوزان وأهلها، ودفعت بها إلى الأمام نحو اختيار شركة روتانا لإنتاج أول ألبوم لها ساكن قلبي، وحققت من خلاله نجاحاً ونجومية. إنما هذه المرحلة الجديدة ما لبثت أن اعترضت بالمشاكل، فهو رغب كزوج باعتزال زوجته عالم الفن والغناء وإحياء الحفلات، وبالمقابل كان رأي سوزان معاكساً وتصريحاتها تدل على أنها لا تمت إليه بأي صلة قرابة. عارفة من الأول حدود العلاقة شو، بس هو ما عارف، وأنا مش عن غبا قلت هيك. بالأساس هو وقت اللي تعرف عليها عمل لها ألبوم، وكانت مع شركة روتانا وكان عندها حضور حفلات، بس وصل لمرحلة حس إنه بده إياها بالبيت، هي رفضت هالشيء. هذا يمكن هذا السبب إنه بلش المشكلة بينه وبينه. هل هو سوء حظ؟ هل هو سوء اختيار؟ سوء اختيار، سوء اختيار، سوء اختيار وطيبة وثقة بالناس ما بيستاهلوا ثقتك، بيرغموك انه توثقي فيهم، مش انه انت هيك لوحدك جيتي وثقتي. عقد ما بيكذبوا، عقد ما بيحلفوا، عقد ما بيوعدوا، عقد ما بيوهموا، ما في يجبرها انها تكون جاريه تحت رجله مهما وقت اللي بده، ما في يجبرها تتخلى عن طموحاتها واحلامها حتى لو كان هو جزء من صناعه هيدي الطموحات والاحلام. وصل لمطرح انه الحياه بيناتهم بقت مستحيله، المفروض يتقبل كرجل متحضر، يتقبل انه الحياه بيناتهم بقت مستحيله ويتركها في حال سبيله.
وين حريتي انا؟ وين شخصيتي؟ انا وين كياني؟ انا موجوده، انا عايشه، يعني انا لي حق بهالحياه. الهرب هو العنوان العريض في حياتها، وهذه المره ام الدنيا هي ملجأها الوحيد. والتجأت سوزان الى خالتها في مصر. كل فنانين بيروحوا على سوريا بيحيوا حفلات بيطلعوا خط عسكري، فهي ما طلعت بطريقه غير شرعيه بقدر ما هي طلعت بطريقه انه قدرت زمطت من البلد. ولكن عادل معطوق تمكن من خلال العقد الفني المتفق عليه معها من منعها مزاولة الغناء وإحياء الحفلات أو تصوير الكليبات إلا من خلال شركته، مما دفعها إلى المواجهة، والتحدي كان كبيراً. وبالرغم من حقدها الشديد على الرجل الشرقي التي تشهد تصريحاتها على معاناتها معه، إلا أنها لم تيأس من ملاقات الصدر الحنون. ففي مصر طالتها شائعات كثيرة حول ارتباطها برجل أعمال شهير، وكانت عناوين رئيسية لأهم الصحف والمجلات. طب شو الطريقة اللي أنا ممكن حب فيها بشكل شرعي قدام المجتمع وممكن أعمل اللي أنا بدي إياه أبسط حقوق؟ لنفترض أنه سوزان تميم كانت أنانية وكانت عاطلة بحق زوجها، وهالمخلوقة بدها تنفصل عنه، إله عنده مصاري طالبها بمصاري، إله عنده شيء صرفها عليها يطالبها باللي صرفه عليها، بس ما في يجبرها تعيش معه غصبة عنها. أنا ما عم بحكي عن عادل إنه هو كان الفانوس السحري لإلها، بس كتير كان جيد معها، بس اللي حواليها غير عادل حاولوا إنه يستفيدوا من ورا منها ولعبوا بعائلتها. الزواج هيدا بطل، لأنه الزواج مش مصلحة ومش كونترا ومش بزنس. عند ربنا وبالشرع وبالدين الزواج مش هيك. في أشياء حكيت مش مزبوطة، وفي أشياء كانت يعني جزء من عملية انتقام عم تتعرض لها. في كتير تهديدات بالتشويه صارت معها، في كتير قصص ومشاكل انه في اثنين عم يتصارعوا. فقدت وطني، تغربت، لانه مثل ما بتعرف القوانين اي انسانه بتتزوج دغري زوجها اشطر شيء بيعمله بيمنعها من السفر، حتى لو كانت تشتغل، حتى لو كانت. وبعدين ببلادنا العربيه للاسف ما بيحترموا الفن وما بيحترموا الفنانات بالذات. اي فنانه يعني معناتها انسانه. اللي حواليها ظلموها وهي ظلمت نفسها، ما عرفت تتصرف، يمكن عقلها في مين كان على دينتها بخليها تتصرف هيك. ما فيك انت تعرف شو في بين اثنين، القانون هو بيقدر يفصل، والقانون مش دايما روح القانون بتكون عادلة. بواجه الحقيقة وبواجه حقيقتي وبواجه حقيقة مشاعري حتى لو كان مظبوط. انا انسان، ليش تغش شخص انا عايشه معه مثلا وانا بحب غيره؟ لا، بواجهه بقول له انا ما بحبك، ما فيني كفي معك. اذا رجال بيحترم حاله وبيبعد، اذا مش رجال بيقبل على حاله وبيكفي. وعادل من الاشخاص، انا حسب معلوماتي يعني بعرف اذا من انه بحبها كثير كان سوزان، ف حكينا مره انه طلقها من ضمن الخلافات. مره حكيته لعادل انه طيب يا اخي لشو هالوجه طلع، سافرت هربت على مصر وعم بيقولوا انه مصاحبي حدا، انه ليش هالقصص هيدي؟ قال لي انا بحبها بدي اياها. لانه ملتجي لإلك فنيا صرت تتمقطع فيي سكتي وقعدي وشيله. لا، انا ما معي مصاري. هيدي نقطه كثير مهمه كمان، بس مش حتشتري لي مصرياتك في كرامتي. رجال الشرق أناني، بده ياخذ كل شيء مو بيعطي شيء. باختصار كذاب وأناني وخاين. باختصار. مرارة الحب أدخلتها دوامة المجهول، فربما لم يكن حباً بقدر ما كان هرباً من الواقع. سوزان تميم لم تقابل فتى الأحلام يوماً ولن تفعل أبداً، فقلبها لم يعطي الأمان لأحد، وكلماتها لم تعد الزمان إلى الوراء،
عارفه الحب ده بخفف عليك اشياء كتير، ولما بتكوني عم تبكي بتلاقي حدا بيواسيكي، ولما بتكوني بتضيق بتقولي لا انا عايشه لا انسان بحبه. بس لما بتكوني ما عندك من هول كلياتهم شيء وبتعيشي بس للحرب، لا تتحاربي وتحاربي، فتخيلي قديش بتكون صعب الحياه. لما حتخلصي من الحرب دي حتقدري تحبي. شعورها بالقمع منذ طفولتها شكل لها ضغطاً كبيراً، وكان الحل لتلك العصفورة التي طالما غردت خارج السرب رحلة إلى لندن. وراحت على لندن لأنه ما فيها ترجع على بيروت، فخالة بلندن راحت لعند خالة. راحت من مصر على لندن بهدف شخصي يلي هو إنه جاي عبالها يكون عندها الجنسية البريطانية. ما عندها شيء، مرة يأست من حياتها، يأست بدها تغني بيبعتوا لها ناس يعرجوا لها التصوير، بدها تتصور بيبعتوا لها ناس يحرقوا لها بمية النار، بدها تسوق بالشارع بيبعتوا لها ناس، يعني طب ما خلص نفس. منذ مغادرتها مصر انقطعت سوزان عن العالم الذي كان يحيط بها. من حوالي السنة تقريباً لم يكن أحد يعرف أي طريق لتلك الشابة، فاتصالاتها كانت معدومة، رقم هاتفها مجهول، والأضواء الساحرة التي كانت تشع من جمال عينيها انطفأت فجأة. لندن كانت اللغز الذي انكشف بعد جريمة القتل النكراء التي حصلت فجر يوم الثلاثاء بتاريخ 29 يوليو 2008، إذ تلقت سوزان طعنات عدة بسكين في أجزاء متفرقة بجسدها. عثر رجال الشرطة عليها مرمية في شقتها في ظروف غامضة بعد تلقي غرفة العمليات اتصالاً هاتفياً من ابن عمها. كلنا شاركنا بقتل سوزان تميم هاي النقطة. وجار التحقيق من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي في القضية، وصرح مصدر أمني أنه فور تلقي البلاغ شكلت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي فريق عمل لحصر المشتبه بهم وجمع الأدلة الكاملة حول تفاصيل الجريمة، وأن الإدارة تستجوب بعضاً من معارفها الذين تواجدوا معها في نفس الليلة، كما وأنه تم استجواب العاملين في النوبة الليلية بأمن البناية التي وقع فيها الحادث للحصول على أقوالهم وإفاداتهم بخصوص ما جرى. قضيتها الغامضة التي شغلت الرأي العام العربي والوسط الإعلامي بأكمله دفعت بوالدها السيد عبد الستار تميم وأخيها خليل بالانتقال فوراً إلى دبي للاستفسار حول ما جرى. أما زوجها عادل معتوق فحاولنا الاتصال به هاتفياً ولكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام عدسة الكاميرا إلا بعد انتهاء التحقيقات في الإمارات العربية المتحدة، كما وأنه أفادنا ببيان صادر عن مكتبه تضمن ما يلي. أولاً، بداية يؤسفني أشد الأسف أن أتطرق إعلامياً إلى علاقتي بالمغدورة زوجتي سوزان تميم بعد وفاتها وفي ظروف يلفها بالغ الأسى والتأثر نتيجة تعرضها للقتل بهذه الطريقة النكراء. أوضح أن الخلافات الزوجية فيما بيننا وما تفرع عنها من نزاعات قضائية بقيت ضمن إطار الاحترام والأصول والحرص على المحافظة على ما كان يربطنا من عيش مشترك ومودة. ثانياً، إنني وبهذه المناسبة قرأت في بعض الصحف أن سبب الخلاف هو على الإدارة الفنية للمرحومة سوزان تميم، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، لأن أسباب الخلاف الأساسية كانت رغبتي بعد زواجي بالمرحومة سوزان تميم بأن تعتزل الفن وتتفرغ للحياة العائلية. ثالثاً، إن سكوتي خلال الأيام الماضية تحت وطأة الفاجعة وتفادي التصريحات الإعلامية بانتظار جلاء الملابسات جرى تفسيره بصورة مغلوطة ومؤذية لغايات شخصية وبغيضة لدى البعض. إنما من الضروري التأكيد على أنني كلفت محامياً خاصاً للتقدم بادعاء وفقاً للأصول ضد مجهول. ويتابع معتوق في البيان:
أطلب عدم استباق التحقيقات القضائية والتي ستكشف الحقائق وتضع حداً للأقاويل، وهذا ما أكدنا عليه للعديد من الصحفيين والذين اجتزأ بعض منهم مقاطع مما نقلوه عن لساني، والذي نربأ بهم توخي الدقة والمصداقية تحت طائلة اتخاذ التدابير القضائية المناسبة بحقهم. رحم الله سوزان تميم وأسكنها فسيح جناته. انتهى البيان. يعني غلطة واحدة بالعمر بتكلفك تقريباً 3/4 عمرك. لسه فاكر قلبي بدينك أمان، ولا فاكر كلمة حتى عيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر أسرار كثيرة بدأت تنكشف. بدأت مع الظهور المفاجئ للملاكم العراقي رياض العزاوي، الذي كان يعتبر بمثابة الصديق الحميم والمرافق الشخصي للمغدور بها. ظهر رياض يدعي أن بين يديه وثيقة زواج شرعية تربطه بسوزان، وثيقة زواج أبصرت النور في لندن. رياض العزاوي العراقي زوجها المرحومة سوزان تميم أو لا؟ بس أريد نوضح هذا الشيء من خلالك. يعني حبيبي هاي أمور شخصية، يعني إحنا يعني أنا أستغرب، يعني هسه المهم إحنا نعرف من القاتل ولا نعرف مين؟ الأمور شخصية، هاي أمور شخصية، يعني لم أعلن أي شيء على نوعية الإعلام. زين رياض، الله يخليكم، اللي أطلبه إنه إحنا نترحم حاليا عليها. أكيد. وندعي من الله سبحانه وتعالى أن نوصل لهذا القاتل. من لبنان إلى باريس، منها إلى مصر فلندن، واللغز يدور كبساط سندباد. إنه اللغز الذي رمى بالفنانة الشابة في الخليج العربي. وإمارة دبي تحتضن ملفاً لأبشع جريمة قتل، بطلتها ضحية مجتمع بأكمله، مجتمع يرفض من يسير عكس الطيار حتى لو كان العكس هو الصحيح. وقد توصلت شرطة دبي وبعد 12 يوماً على وقوع الجريمة إلى اعتقال المشتبه به في جريمة القتل في جمهورية مصر العربية، موضحة أن القاتل غادر دبي بعد 5 ساعات من ارتكاب الجريمة. كما واعترف المشتبه به الذي يدعى محسن منير السكري أنه قتل الفنانة سوزان تميم لقاء مبلغ من المال وقدره 1,000,000 دولار أمريكي لصالح رجل أعمال مرموق، وفق ما ورد في الصحف العربية. كما ذكرت صفحة إيلاف الإلكترونية أن شرطة دبي أغلقت قضية سوزان تميم وأنهت التحقيقات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن التحقيقات انتهت إلى مشتبهين من الجنسية المصرية أقاما في دبي خلال 2 يوم ليغادرا بعد مقتل تميم مباشرة. وقد كتب في صحيفة البيان الإماراتية أن شرطة دبي كانت قد أعلنت في وقت سابق العثور على صور القاتل وهو يعتمر قبعة تخفي ملامحه، وتظهر الصور الجاني أثناء دخوله وخروجه من البناية التي كانت تقطنها سوزان في منطقة المارينا دبي. وقالت مصادر الشرطة حسب ما أوردت البيان الإماراتية أن التفاصيل تم إرسالها إلى السلطات المصرية لتوقيف المشتبهين ومتابعة التحقيقات معهما. أما صحيفة الوطن السعودية فقد ذكرت أن السلطات المصرية أوقفت ضابط شرطة متقاعد بتهمة قتل سوزان تميم، وأشارت إلى أن السلطات المصرية متكتمة على الخبر، وأن القبض على الضابط جاء بعد أن أكدت التحريات تورطه. وأكدت المصادر أن أفراد أمن البرج حيث كانت تسكن القتيلة أدلوا بأوصاف المتهم، خاصة وأنه هو الذي توسط في شراء الشقة التي وقعت فيها الجريمة.
كما وسربت صحيفة الوطن السعودية معلومات مفادها أن الضابط المتقاعد أقدم على الجريمة بتحريض من شخص معين مقابل مليون دولار، وأنه ذهب يوم الحادث إلى شقة القتيلة وطعنها عشرات المرات حتى يصور الحادث على أنه انتقام عاطفي. أما صحيفة القبس الكويتية فقد كتبت عن تردد إشاعات عن انتحار المشتبه به محسن السكري، ورفضت المصادر الأمنية تأكيد أو نفي انتحار هذا الأخير، وأشارت معلومات أن السكري كان ضابطاً برتبة رائد وكان يعمل كمدير لأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، وخضع المشتبه به إلى تحقيقات مكثفة من أعضاء النيابة في المكتب الفني للنائب العام المصري الذي أصدر قراراً بحظر نشر القضية بالصحف المصرية. لطالما حلمت تلك العصفورة بالنجومية، فهي اليوم استحلت مكاناً أبعد من النجوم، ولطالما حلمت من أن تتصدر صورها أغلفة المجلات والمواقع الإلكترونية وشاشات التلفزة. لما أنت تجي تكسر شيء ولما هو ينكسر لوحده شيء تاني، انكسر عطاء على سوزان. سوزان تميم ما قدرت تكون سوزان تميم، سوزان تميم ماتت وهي بعد عم تجرب تثبت مين هي سوزان تميم. كالطيور كانت تهاجر من بلد إلى آخر هربا من العاصفة، ومع حلول فصل الصيف عادت وحطت رحالها في بلدها الأم. إنما ككل مرة تميزت بتغريداتها خارج السرب وعادت مكسورة الجناحين. سوزان تميم عادت صباح يوم الاثنين بتاريخ 4 أغسطس 2008 داخل نعش زين بالورد الأبيض، واستقبل بقرع الطبول. كان عزاء متواضعا غاب عنه أهل الفن، واقتصر على وجود الأقرباء والجيران وأهل الصحافة وعدسات كاميراتهم. 12 سنة سوزان تميم ما كان حدا يسأل عنها، ما كان حدا صحافه تلفزيونات وسائل اعلام كافه كافتها كل وسائل الاعلام، يعني ما كان حدا عم يسال عنها هالمخلوقه. فجاه لما ماتت صار كل واحد بده يعمل سكوب اعلامي من عنده، صار انه هالقد صاروا محبين وهالقد صاروا يسالوا عنها. ليه؟ لانه قال كانت مجوز ما بتدخل بامورها الشخصيه، كان عندها مشاكل عائليه ما خصنا فيهم. في كثير غموض بحياه سوزان، في كثير اشياء ما حدا بيعرفها بعد، يمكن تموت معها ويمكن في يوم من الأيام أهلها يحكوها. سنفتقد الإحساس المرهف، الدغدغة البريئة في العينين والعفوية المطلقة، ربما أيضا سنفتقد الإشاعات التي هي أكبر دليل على نجاح مبطن بين السطور. عمره ما خانكم ولا اشتكى منكم، اللي امتدت لحتى تقتل هيدي الطفلة البريئة اللي كان لازم بهيك وقت من هيدا عمر الله يرحمها تتزوج وتتقدم طلبتها، مش تتقدم جنازتها الله يرحمها. كانت تحب الغنى، كانت تحب تغني، تتسمع على الأغاني، تتسمع على مطربين. وفعلا فاجعة، والمستغرب أكثر إنه لما وصلت على البيت، واللي يعني الله يصبره لأبو خليل ولبيه ولأهله ولكل عائلته ولكل الناس بتحبه، أنه
بتلاقي يعني كانت فنانة المرحومة يعني ما بتصور كان عندها أعداء. شفت الجيران، شفت الناس، يعني الله يرحمها. دائما كنت اقول لو هلا بتظهر كمان بدها تعمل شيء، لو بعد عايشه بعد 5 سنين ظهرت بدها تعمل شيء، لانه بتملك المواصفات اللي بتخليها تنجح بالحياه. يعني سوزان دفعت ثمن طيبتها على طول هروبا من مشكله تقع بمشكله اكبر. دفعت الثمن، هي حرام ما بتستاهل، هذا باختصار. ناس بطريقك بتحبيهم وبتضيعيهم، بتحزني لأنه بتضيعيهم. أكتر شي بفرحني وجود ناس بحبوني، وأكتر شي بزعلني وجود كمان ناس بحبوني وغايبين عني. للمرة الأولى البداية هي النهاية، وفي يوم وليلة أصبحت سوزان تميم ذكرى لن تمحى صورتها من خيالنا.